اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا قبل الفاصل طبعا لقاء شكري الجويني لاعب نادي الترجي وجه على سبيل الاعاره لمده موسم واحد مع النادي الاهلي، وشفنا قد ايه بيقول طبعا شرف لاي لاعب انه ينضم للنادي الاهلي. بس انا عايز اذكركم ان كان في كره السله ايضا اللاعب امين رزيق برضه لاعب منتخب مصر، لاعب منتخب تونس اللي انضم للنادي الاهلي وشارك مع النادي الاهلي ان هو ياخد بطوله الدوري، وعلي معلول طبعا لاعب الكره في النادي الاهلي. الحقيقه دايما في يعني توافق ما بين الفرق التونسيه كثيرا والفرق او فريق النادي الاهلي في كل الالعاب. ارجع للفقره اللي معانا دلوقتي، طبعا استضفنا في الاستوديو او نوروني في الاستوديو ناشئات 15 سنه للسباحه التوقيعيه بالنادي الاهلي، وطبعا شرفني ايضا كابتن طارق الصغير مدير جهاز الغطس والسباحه التوقيعيه بالنادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا كابتن، نورنا حضرتك. الله يكرمك. الله يخليك. ويعني كان بينا لقاء من سنه وتجدد اللقاء كده. ده بالظبط كده، كان من سنه كان حضرتك كنت عامل لقاء مع كل الالعاب، وكنا احنا لعبه من ضمن الالعاب اللي موجوده صحيح. في النادي. صحيح. وبرحب بمريم طارق لاعبه الفريق، برحب بملك اياد، بجيلان عبد الرحمن، منوريننا في الاستوديو. حاسس انتوا موجودين شويه بس ايه مع الوقت انتوا اول مره اول مره وهتحسوا ان انتوا في بيتكم. ده يعني دي جزء لا يتجزا من النادي الاهلي، واكيد يعني هتحسوا قد ايه ان انتوا يعني منورنا. كابتن طارق، يمكن احنا كان لقائنا قبل كده ان احنا عندنا مشكله في السن ده، حضرتك قلت لي بالتحديد انا هشتغل على القاعده اللي في النادي الاهلي، هبتدي اجهز اللاعبات، هبتدي اطلع بيهم واحده واحده حتى اتسيد هذه اللعبه مره اخرى. تمام. هو كان حضرتك برضو احنا كلنا اتكلمنا من سنه ان كان عندنا مشكله ان كانش في باليه في النادي الاهلي او سباحه توقيعيه، قعدت فتره متغيبه اللعبه ديت، وبدانا فيها حوالي من 7-8 سنين، كان البنات لسه صغيرين طبعا. بدانا خطوه خطوه، بدانا نعمل قاعده، بدانا ندور على مدربات كويسين، بدانا ندور على كل عناصر اللعبه، بندور عليها بنحس ان احنا نجيد فيها. الحمد لله ربنا كرمنا السنه دي والسنه اللي فاتت، البنات دي قدرت تحقق حاجه للنادي ولنفسها. كسبوا مرحله 15 سنه، مش كسبوا مرحله 15، ايفنت من الايفنتات بتاعت 15 سنه. بدانا نبقى موجودين على الساحه، السنه دي نفس الكلام. دخل عندي 5 بنات في المنتخب. ما شاء الله. ده كان مرحله اولى، وبعدين دخلوا كان في منتخب بي، دخل عندي 6 بنات، فاصبحت الفرقه كلها عندي منتخب. لما جم هنمثل للنادي لو هيمثلوا مصر في بطوله البحر الابيض، لجأوا طبعا للمنتخب الف اللي هم فيهم ال5 بنات، وكابتن ريتا عندي هي مدير الفني بتاع فريق 15 سنه في منتخب مصر، وبتشغل مدير قطاع ناشئين في النادي الاهلي. طبعا خدنا اذن من اداره النشاط والنادي. كابتن ريتا كمان هتبقى معانا ان شاء الله، هتبقى معانا الفقره الجايه. الفقره الجايه ان شاء الله. اشتغلنا على البنات وبدانا نديهم شغل فني، وطبعا انا يعني كحق النادي، مش عشان دلوقتي مش بشكر حد بعينه، بدايه من كابتن وائل مدير النشاط الرياضي، كابتن عاصم لمدير مجلس الاداره، كان دعم جامد جدا. وعايز اي نجاح يا كابتن هيثم في النادي او في اي مكان، صحيح، لازم يبقى في دعم. صحيح. من الاداره، لازم يبقى في دعم من القيادات، فده انا مش هتكلم فيه كتير لان ده من المفترض انه موجود في كل الالعاب في النادي الاهلي. صحيح. وده اللي احنا واخدين عليه في النادي هنا. فالحمد لله قدرنا نوصل البنات ان هم يوصلوا لمنتخب مصر، دي حاجه انجاز كبير جدا. وطلعوا فعلا لسه جايين من البرتغال، مثلنا مصر بطوله البحر الابيض، ويمكن هنتكلم عنها باستفاضه بنتائج، حققوا نتائج كويسه جدا، عملوا خدوا اكسبيرينس كويسه جدا في البطوله، يمكن اول بطوله كانت ليهم دوليه. عملوا حاجه تشرف على سن الصغير ده، حقيقه انجاز كبير. اه وفي طبعا يعني السفريه كمان كان فيها مشاكل كتيره حصلت، بس انا يعني عايزين الاول ادي حق البنات الاول وبعدين نتكلم على السفريه. خلاص، دي مهم جدا نحط عليها الضوء. فالبنات تعبت جدا، البنات ضحت بوقتها من مذاكرتها، اولياء الامور تعبوا معاهم جدا جدا عشان يخلقوا المناخ المناسب. احنا كمان وفرنا هذا الكلام لمنتخب مصر، كنا بنسمح له انه يجي يتمرن عندنا في النادي شبه من 3-4 ايام عندنا في النادي، استضافه كامله طبعا، وبناتنا ومدربه من عندنا طبعاً. ولازم نوفر لهم هذا طبعاً. المكان. وقبل ده وقت انت بتخدم منتخب مصر فلازم تقف جنبهم عشان يحققوا حاجه كويسه. صحيح. حتى لو ال5 لاعبات او 6 لاعب دول مش موجودين. صحيح. ده مصر الاول وبعدين النادي الاهلي. صحيح. فهي كانت فرصه. كلام محترم يا كابتن. يمكن اروح لمريم. مريم، يعني انت في سنه كام قلت لي؟ ده 3 اعدادي.
طالعه ثالثه اعدادي ما شاء الله سنك صغير. طب قولي لي بس يعني انت طبعا طول عمرك بتعرفي النادي الاهلي. طب قولي لي يعني ما حسيتي بقى ان لا الموضوع بجد وفي تمرين لا طبعا احنا اتمرنا كويس جدا وعشان كده الحمد لله لقينا النجاح في الاخر وجاتنا كميه مشاكل بس الحمد لله مرنا. زي قولي لي المشاكل يعني مذاكره طبعا اكيد طبعا وغير ان عددنا نقص فده اثر على التيم جدا بس فاهم كنا بنتمرن. طب قولي لي انت بتعمل ايه في المذاكره يعني قولي لي يومك كده من اول ما تصحي من النوم طبعا بذاكر في العربيه وفي كل مكان. مذاكره العربيه دي يعني ما بتاكلش عيش. انا عايز اقول لك هم بيذاكروا في العربيه وفي اولياء امور بتجيب المدرسين في النادي. يا خبر ابيض يعني بيدفعوا لهم فلوس عشان يجوا النادي الدرس في عشان تاخد درس في النادي بعد ما قبل ما تنزل التمرين او بعد ما تخلص التمرين. ما يجيش من فراغ النجاح يا كابتن. يعني بيتعبوا بجد بيتعبوا جدا الالعاب اللي هي مش مشهوره لا العاب بتتعب واوجاع امور بيتعبوا طبعاً. وعلى قد دعم النادي طبعا مشكور ولكن تاكد في الاخر ان هم بيصرفوا من جيبهم ومن وقتهم كل واحده ست محتاجه تقعد مع حضرتك وجوزها في البيت. احنا هنا هي عشان نبين مجهودكم. احنا هنا عشان نبين مجهودكم. لا بيبذل مجهود مش من اللعبه بتاعتنا بس اكيد العاب ثانيه كده اكيد اكيد. قولي يا مريم بقى كده احكي لي بقى انت بتوفقي ازاي مذاكره العربيه دي ما بتاكلش عيش بس تبقى عارفه بس اليوم كله طبعا بيضيع في التمرين والمذاكره يعني. طيب وانت طبعا ده في ايام الدراسه اكيد بيبقى كده في الصيف طبعا بيبقى عندك تمرين الصيف بقى بيبقى قربنا على البطوله فبيبقى التمرين من الصبح لبالليل من الصبح لبالليل بناخد يعني رست في النص وبعدين نكمل تمرين بالليل تاني يعني تمرينتين تقريبا يبقى التمرين قد ايه؟ بيبقى مثلا من 9 الصبح ل 4 مثلا. يا خبر ابيض لما بنقرب قوي بنزود الفتره كمان يعني. طيب وازاي يعني برضو انتوا سنكم صغير اكيد بتبقوا عايزين تصيفوا وتروحوا يعني تضحيات جامده قوي. ما فيش ايام كده بنعيط لا وانا لازم اسافر بقى لا عشان نوصل ان شاء الله يعني. عندك هدف ان شاء الله. بس عاجبني ان انت سنك صغير وبتتكلمي بالطريقه دي يعني انا اكلمك بصراحه فرق كبير جدا لما تتكلم مع واحد رياضي وبطل حتى في سنه صغير يعني انا حاسس ان انت لا يعني ما شاء الله يعني اكبر من سنها. مريم واخده التاسع طول البحر الابيض المتوسط التاسع على العالم ما شاء الله. في السولو من احسن البنات اللي بتعمل سولو في مصر ما شاء الله. نالت اعجاب الناس كلها وطلعت التاسع على العالم ما شاء الله. ما شاء الله عليها حاجه في يعني بطوله البحر الابيض المتوسط هي بطوله البحر الابيض المتوسط هي بطوله مصغره اوروبا من بطوله العالم الكبير العالم وهي بطوله اوروبا طبعا لان مرحله 15 سنه ملهاش بطوله عالم فبيعملوا بطوله البحر الابيض المتوسط فبيشتركوا فيها كل دول العالم اللي بياخد فيها مركز اكيد على مستوى العالم فكون ان عندي مريم تاخد التاسع فده حاجه مشرفه جدا وحاجه تحسب لها وتحسب للجهاز الفني طبعا ما شاء الله ربنا يوفقك واكيد هتكوني معانا مرات ومرات يعني. طيب اروح برضو الملك ملك يمكن انت برضو اكيد بتعاني نفس المعاناه ليه انا بقول الكلام ده ان اكيد في بنات صغيرين اصغر منكم لسه بيبتدوا بادئين حياتهم وبادئين مشوارهم الرياضي لما بيشوفوكوا بتتكلموا بيشوفوكوا عندكم الاصرار والعزيمه زي ما مريم كانت بتتكلم اكيد بيسيب انطباع كويس احكي لي انت مشاكلك ومعاناه اللي يعني بتعانيها عشان توصلي لده. بيبقى في مشكله كبيره قوي في المذاكره مع التمرين بالذات ان لو مثلا سنه محتاجه مذاكره كتير مش بنلحق نذاكر ساعات مثلا ابقى بغيب من المدرسه كتير قوي عشان بيبقى عندي تمارين الصبح يفوتك دروس بالظبط وايام البطولات بيبقى بناخد مثلا اسبوع اجازه لانه كل يوم بنتمرن الصبح فبيفوتني كتير جدا من المدرسه برجع صحيح. بقى بعد البطوله بكون تعبانه جدا مش قادره يعني مش قادره اذاكر طبعا مجهود فباخد برضو رست شويه بعدين بكمل تاني عشان امتحانات اخر السنه بيبقى الموضوع صعب جدا. طب انت يعني فرحانه بالمجهود ده وفرحانه؟ فرحانه جدا صحيح أنا يعني حاسه انك بتعملي حاجه مفيده. طب قولي لي بقى كده بدون مجاملات وسيبك بقى مين اللي بيتعب معاكي اكتر بابا ولا ماما؟ ماما اكيد. ماما اكيد طبعا اكيد بتتعب معاكي. طب قولي لي يعني انت عايزه توصلي لايه؟ يعني نفسي قوي اخش اولمبيكس. عايزه تخشي اولمبيك جيمز. البطوله الاولمبيه. طيب السكه صعبه. طبعا السكه صعبه جدا. محتاجه مجهود ومحتاجه ان انت تكون يعني بتحارب عشان توصل لحاجه انت عايزها مش هيجي لك كده وانت قاعد. طب وهو يعني ما عندكيش طموح ان انت تخرجي بره تدرسي في جامعه في امريكا تدرسي في جامعه في انجلترا؟ كان نفسي يعني نفسي قوي لما اخلص اولمبيكس ادرس في جامعه بره مصر بس يعني نفسي يعني مش عارفه اذا كان ده هينفع مع التمرين ولا لا. ليه ما هناك بيتمرنوا ايضا يعني انا رحت شفت كذا جامعه في امريكا التمرين هناك هيبقى اكتر ما تمرني هناك طبعا اكيد يعني انت عندك الويلنج ده عندك ان انت تسافري وتروحي برافو عليكي برافو. طب انت يعني خلينا نقول برضو ان انت
ليكي مثل اعلى يعني، برضو بيبقى ساعات اللاعب بيبقى شايف قدامه يعني حد حقق قبل منه انجاز وعايز يبقى زيه، انت مثلك الاعلى مين؟ مش حد معين بس اي حد دخل اولمبيكس وعمل حاجه يعني قدم لمصر حاجه، ده بالنسبه لي مثل اعلى. انت عارفه يعني انا بتكلم معاكم حاسس ان انتوا اكبر من سنكم ما شاء الله، يعني حاسس ان انتوا يعني مريتوا بخبرات ومريتوا ببطولات واتحطيتوا تحت ضغط، ده اثر في شخصياتكم؟ انت حاسه كده؟ انت حاسه بتكلمي مع صحباتك ان انت اكيد صح صحيح بكون عندي يعني بكون عندي حاجه جوايا اكتر من اي واحده ما بتلعبش رياضه او ما حسيتش باللي هو لازم ابقى حاجه في البطوله او يبقى عندي ضغط تمرين مع مذاكره كده. مش اي حد بيقدر يعمل ده بالظبط. في ناس كتير قوي اعرفها بتلعب رياضه بطلت علشان تكمل في المذاكره لان هي مش عارفه توفق ما بين ده وده. صحيح، بس على فكره ده ما كانش هيحصل الا بدع بابا وماما، لان الحقيقي بيبقى محتاج الاسره تدعم ذلك. يعني يمكن كابتن طارق كان بيقول لكم المدرسين بيقعدوا وراكم في كل حته، في الحقيقه ده مش هيحصل ابدا الا بدعم الاسره. بالظبط. طب جيلان يعني برضو خلينا نتكلم، انت عندك اكيد نفس المعاناه. اكيد. يعني كلميني ازاي بتقدري تتغلبي في سنه كامل اول انت يا جيلان؟ ثانيه ثانوي. طب انت عامله ايه في التمرين في المذاكره؟ بتتغلبي على ضيق الوقت؟ بتنظمي وقتك ازاي؟ هو انا وقتي كله للتمرين وبعدين يجي جنبه المدرسه. يعني هو وقتي كده تاني، لما كانش وقتي كله للتمرين ما كنتش اخش منتخب مصر وامثل مصر في بطوله العالم وبطوله الكومن بحر المتوسط. اولا يعني المدرسه دي حاجه تانية خالص، بتبقى جنب التمرين. انا بجمع كل مذاكرتي في اخر بعد الموسم، يعني بعد ما اخلص خالص التمرين ببتدي بقى اجمع، يعني مش لاقي صحابي بتوع المدرسه. بس مجهود جامد بقى. بيبقى موجود طبعا اكتر بكتير، مبقاش في وقت جنب التمرين ان انا اقعد اذاكر زي. طب انت بتبقى مبسوطه ان ما عندكيش وقت فاضي؟ ولا لا الاجابه يعني هو في الاخر ربنا بيعوضني بحاجه تانية طبعا، فببسط ساعتها. بس في ساعه الموضوع ده ببقى طبعا مجهده جدا وببقى ضغط عليا جدا ان انا اقدر اكمل في تمرين، وضغط ان اقدر اكمل في الامتحانات. ما تبقيش اوقات كده تروحي لبابا ماما وتعيطي انا عايزه اسافر صحابي في الساحل انا عايزه اروح لهم؟ والمشكله ضغط البطوله بيجي في وقت نفس ضغط الامتحانات. فالاثنين مع بعض يبقوا يعني صعب. ده صعب جدا. طب بس خلينا نقول ده بيبقى من جواكي ولا بضغط من باباكي ومامتك؟ ده يعني لا ماما وبابا مش بيضغطوا عليا خالص ان انا اقدر خالص. انت حابه الموضوع وحابه ان انت ما يبقاش عندك وقت ومن هنا لهنا للتمرين المذاكره، حابه ما عندكيش الموضوع ده. على فكره برضو نفس الكلام لاحظته انا يعني وانت بتتكلمي ما شاء الله، حاسس ان انت اكبر من سنك. يعني بامانه دي حاجه جميله، واتمنى يعني ان كل الناس خلي بالك الرياضه بتفرق جدا. يعني انت حتى في المدرسه اكيد بتتعاملي مع صحباتك اللي ما بيلعبوش رياضه، شايفه الوضع ازاي؟ لا انا مختلفه تماما عنهم. بتعامل مع كذا حد، بتعامل اكتر منهم بكتير، بسافر بره بشوف الدول الثانيه بتتعامل ازاي، بشوف كذا شخصيات. انما هم لا، يعني هي شخصيه واحده وخلاص، مش دايما بيتعاملوا زي ما انا بتعامل. طول عمرك في النادي الاهلي؟ يعني ما جيتيش من طول عمرك في النادي الاهلي. طب حاسه ايه يعني؟ حاسه ان انت بتلعبي في النادي الاهلي ده شرف، وحاسه ان هو يعني يعني ميزه بتزقك لقدام ولا لا؟ اكيد. انا ما كنتش فرحانه قبل كده زي دلوقتي، حسيت قد ايه النادي في ظهري في اي مشكله انا قابلتها. ومنها اول ما دخلت المنتخب حصل كذا مشاكل، اول حد وقف في ظهرنا كلنا كتيم احنا الخمسه كان النادي الاهلي. برافو عليكم. مفيش اي حد وقف جنبنا فعلا غير النادي الاهلي. لا بصي في سنك الصغير ده حكم على الامور وعارفه مين اللي واقف في ظهرك وعارفه كانت الموضوع. لا برافو، انا سعيد جدا بيك والله. يعني انا سعيد ان حتى الناس تشارك معانا وتشوف قد ايه انتوا بتتعبوا. يعني انت بتقولي لي زمايلي في المدرسه بتقولوا لي احنا عارفين في المشاكل النادي الاهلي، يعني برضو احساس كبير ولا ايه يا كابتن؟ يعني طبعا احساس رائع ان الواحد يحس ان هو يعني بيقود مجموعه من يعني فراشات على مستوى عالي جدا من الادراك ده. خلي بال حضرتك، هو جيل بحاله، هو جيل طبعا غير جيلنا احنا زمان. الجيل دلوقتي انترنت والثقافه والتقدم التكنولوجي مخلي المخ او مخلي القدرات بتاعت التفكير بتاعت الاولاد والبنات او الشباب عامه في المرحله دي، ما بالك كمان ورياضيين. هو قاعد ابديت لدماغه على طول بتشتغل، فهو حتى تلاقيه قاعد في المدرسه عنده او في الجامعه هو مميز. صحيح. احنا ايامنا كنا حاسين بكده. صحيح. انت مميز عن اي حد. صحيح. هم كمان حاسين بده باكتر كمان. صحيح. هم بيسافروا بيروحوا بيجوا طبعا. وانا بس عايز ارجع لبطوله البرتغال دي يا كابتن، بس قبل ما نروح لبطوله البرتغال بنستقبل طبعا مداخله معانا كابتن وائل عزت رئيس جهاز العاب كره الماء بالنادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن.
انا فعلا كابتن طارق واعلم بالاخوه الكرام اللي موجودين عند كابتن طارق الصغير والفراشات بتوعنا الكمال اللي احنا يعني زي ما بيقولوا كده ذخيرتنا وتعبنا تعبنا والحمد لله ربنا كرمنا. كابتن وائل حجم الشغل المبذول كبير الحقيقه، احنا حاسين قد ايه انتوا في قطاع يعني كره الماء او قطاع السباحه عامه في شغل كبير بيحصل، كلمنا عن الفتره الجايه واشتراكاتكم واهم المنافسات والبلان بتاعتكم للفتره اللي جايه ان شاء الله. والله هو قطاع العاب الماء، هو مش كره الماء، هو قطاع العاب الماء عامه، هو قطاع جدا، خمس العاب ثلاث فروع، يعني حضرتك احنا بنتكلم في حوالي 4000 سباح وسباحه ولاعيب كره ميه وغطاس ولاعيب باليه. عندنا ثلاث فروع جزيره شيخ زايد مدينه نصر. الموضوع كبير، عندنا كتير حاجات كتير قوي. اللي قدام حضرتك دول ابطال عندهم بطوله الجمهوريه ان شاء الله، واحنا بخصوص مثلا البليه عشان حضرتك قاعد مع بتوع البليه، عندنا تارجت ان البنات اللي موجوده عند حضرتك دلوقتي يبقوا ان شاء الله في الاولمبياد وتقعد معاهم كده نبقى فرحانين بيهم واخدين ميداليه اولمبيه ان شاء الله بمشيئه الله. طب قول لي بامانه يا كابتن وائل، انت شايف ان احنا ان شاء الله ممكن يعني بأبطالنا وبطلاتنا اللي قاعده في الاستوديو الناشئات الصغيرين دول اللي هم ليهم مستقبل ممكن نشوف يعني مشاركه في الاولمبياد قريب ولا لا؟ والله يعني احنا ماشيين كان عندنا هدف ان احنا نوصل بيهم ان شاء الله للاولمبياد. انا يعني واثق فيهم ثقه عمياء زي ما بيقولوا، وان شاء الله بمشيئه الله هنشوفهم مش في الاولمبياد كمان، في بطوله العالم، في بطوله عالم الناشئين، وفي بطوله عالم كبار، وفي اولمبياد، احنا بنمشي واحده واحده ان شاء الله. لهم خطه كده والنادي الاهلي تعرف حضرتك يعني ما بيسافرش، ما نقربهم كده ونشوفهم بطلات عالم ان شاء الله. كابتن وائل، يعني كابتن وائل عزت طبعا رئيس جهاز العاب كره الماء بالنادي الاهلي، شكرا جزيلا لحضرتك وبالتوفيق ان شاء الله في الفتره القادمه. يعني نرجع يا كابتن طارق، يعني عايزين نحط الضوء اكتر على بطوله البرتغال، نشوف حضرتك كنت عايز تقول انها كانت بطوله مهمه في التوقيت ده وقدرنا يعني نعمل فيها انجاز كبير، كلمنا اكتر عن بطوله البرتغال. هو طبعا عشان اوضح لحضرتك برضو، البنات دي تعبت جدا، ما صدقنا ان احنا الاتحاد اعلن عن ان في بطوله بحر ابيض في شهر 8. الكلام ده كان من حوالي 7-8 شهور بعد ما خلصوا بطوله الجمهوريه، ابتدوا يشكلوا المنتخب وايه وبي زي ما شرحت لحضرتك، وعرفنا ان هم هيطلعوا بطوله ان شاء الله، وكنا فرحانين جدا باشتراكهم في المنتخب او اختيارهم ضمن عناصر المنتخب. ولما جينا قبل السفر بحوالي اسبوعين او ثلاث اسابيع، فوجئنا بان مفيش امكانيات، او كان في مشكله في الاتحاد ان هم مش هيقدروا يطلعوا البنات على حساب الاتحاد، او السفريه كانت هتتلغي. طبعا احنا قعدنا اتكلمنا، كان في مناقشات ما بيننا وما بين الاتحاد المصري للسباحه، وقالوا الانديه ممكن تشارك بدعم مادي للبنات ديت. فقعدنا طبعا كلمنا كابتن وائل وباشمهندس محمود طاهر وكابتن عاصم، البنات دي طبعا لو ما طلعتش هيبقى عندي دروب جامد جدا، ممكن اتعرض ان انا ضيعت الثلاث اربع سنين او الخمس ست سنين اللي احنا اشتغلناهم مع البنات دي، ممكن تبطل. صحيح، انا خلي بال حضرتك برضو انا بعدهم ان هم يطلعوا اولمبيات، واحنا عمرنا ما اشتركنا في بطولة عمومي من فترة، فدلوقتي هم مؤهلين ان هم يشتركوا عندي في بطولة عمومي، ننزل بطولة عمومي اللي هي الدرجة الأولى، رغم ان هم عندهم 15 سنة، فدي كانت حاجة جاوب برضو من ضمن الأهداف بتاعتنا. اللي برضو ياخدوا احتكاك أكتر. طبعًا. كون ان هم ما يطلعوش سفرية زي دي، أنا ممكن أتعرض ان أنا ألاقي بنت أو اثنين أو ثلاثة منهم يصيبها إحباط فتبطل. أنا بلعب لعبة جماعية مش بلعب لعبة فردية. عايز أحس مربوط بتمرين. هتأثر علينا طبعًا. فقعدنا فكرنا وقلنا لا، احنا تعبنا مع البنات دي وحقهم ان النادي يقف معاهم، ودارت طبعا مناقشات ما بيننا وما بين كابتن عاصم ومجلس الاداره، الناس كانت مستجيبه جدا جدا ومقدره جدا اللي احنا شرحناه. كابتن وائل عمل كمان مجهود جامد جدا. كابتن وائل طبعا رئيس جهاز العاب الماء بالنادي، فالحمد لله قدرنا نتوصل لقرار من مجلس الاداره ان احنا النادي الاهلي هيتكفل بالخمس بنات وكابتن ريتا المدربه بتاعته. يعني اللي هم شاركوا من ناحيتنا من النادي الاهلي اتحملنا، هيطلع كل نادي كان ليهم بنات في المنتخب هيشارك بالفلوس، او هيدفع لهم الاقامه، هيدفع لهم الثمن السفريه كله. طب خليني اقف عند النقطه دي، لان
عايز اخد راي البنات في الحته دي. يعني لما تعرضنا للمشكله دي يا مريم وحسيتي ان انت ممكن ما تروحيش البطوله وحسيتي ان ممكن ما تشاركيش في حلم كبير ان انت تشاركي، طبعا هو حصل احباط كبير بس ده ما خلناش نوقف. طبعا اتمرنا وكملنا وقلنا مش هنوقف، لان احنا طبعا كنا بنتمرن من قبل رمضان، فكل ده تعب راح لو ما كناش مش هنسافر. بس الحمد لله كملنا وربنا وفقنا. طب لما عرفتوا بقى ان مجلس الاداره او النادي الاهلي طبعا مشكورين جدا لانهم دعمونا جدا، حتى هم قالوا لنا ان انتوا لو ما سافرتوش برضو انتوا عملتوا حاجه وشجعونا. طبعا حسيتي طبعا بفرق، ده اداكي دافع اكيد لقدام مش كده؟ طيب خليني برضو يعني اروح لملك برضو، يعني انت لما تعرضتوا للموقف ده وحسيتوا انه ممكن ما تروحوش ومجهودكم يضيع، وفجاه يعني كابتن طارق قال لكم لا يا بنات هيحصل النادي الاهلي هيتكفل بمصاريف اشتراككم مع كابتن ريتا في البطوله، حسيتي بايه؟ حسيت ان يعني احنا مهمين عند النادي وان احنا يعني هم واثقين فينا فطلعونا، وما هم يعني ما همهمش انه لا ما يطلعوش وكده، لا بالعكس هم دعمونا وهم خلونا نثق في نفسنا ونشتغل اكتر ونكمل ما نحبطش وخلاص. انت قلت كلمه حلوه، حاسين بينا. يعني خلي بالك اللي انت بتحس ان مجهودك الناس حاسه بيه ده يبقى موضوع كبير. طب جيلان انت شايفه ده ازاي لما عرفت ان ممكن ما تطلعوش وبعد كده النادي الاهلي قال لا هكفل وهساعد واطلعكم؟ انا من شويه قلت ان النادي في دارنا، يعني انا بحمد ربنا ان انا في النادي الاهلي مش في اي نادي ثاني، لان في كذا نادي ما موقفش في ظهر ولاده، وانا سعيده ان انا بلعب في النادي الاهلي. وبشكر بصراحه مجلس اداره كابتن طارق كابتن وائل وكل وقف في ظهرنا ان هم دعمونا. بتاعي لما كناش طالعين على السفريه دي كان هيحصل فعلا زي ما كابتن طارق قال دروب كبير قوي عندنا. بس وبحب اشكر ان شاء الله توصل اللي انت عايزاه. يعني اعزائي المشاهدين هنطلع فاصل سريع، بس قبل ما نطلع لازم ارحب بكابتن طارق طبعا كان هيكمل معايا الفقره اللي جايه، لان هينضم لينا كابتن ريتا عزت مدرب الفريق مدرب ايضا منتخب مصر، هينضم لينا وهينضم مجموعه ايضا من السباحات والناشئات. بس طبعا لازم اشكر مريم على وجودها معايا، شكرا جزيلا ليكي، نورتينا وجود لك ان شاء الله في اللي جاي. مالك شكرا جزيلا نورتيني، وربنا يوفقك في اللي جاي وتحققي كل امالك. جيلان ربنا يوفقك وتكوني بطله وتكوني على مستوى طموحاتك يا رب ان شاء الله. اعزائي المشاهدين هيطلع فاصل سريع ونرجع نستقبل ايضا ضيوفنا اللي هينضموا لينا في نفس الموضوع ايضا ونفس الحوار بيطول حول السباحات طبعا او ناشئات السباحه التوقيعيه. نطلع فاصل وارجع لحضراتكم جديد. انضمنا في الاستوديو طبعا يعني يمكن مش ملوك الصالات بقى مالكات حمامات السباحه، يمكن كنا بنقول الكلام ده في الفاصل، بس الحقيقه يعني انجاز كبير اتعمل. النادي الاهلي محتاج بس قبل ما اخش مع ضيوفي ان كان بطوله البحر المتوسط في البرتغال اللي منتخب مصر شارك فيها كانت مهدده بالفشل لولا تدخل النادي الاهلي بدعم خمس ناشئات بتوعنا طبعا مع كابتن ريتا، دعم كامل تكفل بكامل تكاليف او نفقات السفر ليهم والمشاركه مع منتخب مصر. زي ما قلت ولسه بقول النادي الاهلي هو يعني الركيزه الاساسيه للرياضه المصريه. يمكن الموضوع ده حصل محدش حس بيه، يعني البنات راحوا اشتركوا ورجعوا ومحدش حس ان النادي الاهلي تحمل يعني يمكن نقول يعني قرابه نص التكلفه في وقت انديه تانية سباحتها او ناشئاتها كانوا مشاركين مع المنتخب رفضوا ان هم يدعموا سفر المنتخب، والمنتخب سافر ناقص لاعبات، خسرنا نقط معينه، ولكن هو ده النادي الاهلي. قبل ما نروح بقى نتكلم يعني بتوسع احب ارحب بضيوف اللي انضموا، يمكن كابتن طارق الصغير يعني مكمل معايا من الفقره الاولى، ولكن كابتن ارحب بكابتن ريتا عزت طبعا مدير قطاع الناشئات للسباحه التوقيعيه بالنادي الاهلي وايضا مدربه منتخب مصر. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك منورانا. ميرسي ربنا يخليك. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك ميرسي. واكيد طبعا انضم لنا نجمتين صغيرين، هم صغيرين سنا ولكن انتوا اكيد هتشوفوا قد ايه هم اكبر من سنهم في كل حاجه. يمكن بينضمني كمان سلمى مفتاح، اهلا بيك يا سلمى منورانا. الحمد لله على السلامه. انضمي لي كمان فرح علي، اهلا بيكي والحمد لله على السلامه. يمكن عايز اروح على كابتن ريتا، يمكن على طول انت شاركتي مع طبعا كنت مدربتهم في منتخب النادي الاهلي وايضا مدربتهم في منتخب مصر، كلميني على البطوله، الاداء بناتنا عملوا ايه، ازاي تغلبنا على نقص النقاط بسبب نقص اللاعبات، كلمينا اكتر عن البطوله. بص احنا المفروض كان عندنا بطوله في شهر 3 بطوله الجمهوريه، البنات عندنا عملوا كويس جدا الحمد لله. بنختار من البطوله دي 12 لاعبه عشان بينضموا للمنتخب، فاحنا كان عندنا الحمد لله من النادي خمس لاعبات،
قدروا ان هم يعني يدخلوا يبقوا ضمن المنتخب المصري بتاعنا. وفعلا ابتدينا تمرين على طول بعد البطوله، ما كملناش باسبوع. البنات من ساعتها بتتمرن كل يوم وخلاص كل حاجه تمام. جينا قبل السفر باسبوع تقريبا 10 ايام، طلع زي قرار وزاري كده ان مفيش سفر عشان خاطر مفيش امكانيات بالظبط ماديه ان احنا نسافر. فطبعا في مشاكل حصلت كتير جدا بسبب الموضوع دوت، بس النادي عندنا هو اللي عمل الدعم المادي كله للخمس لاعبات اللي عندنا وبما فيهم انا كمان. تقريبا مدربة. نص التكلفه تقريبا 12 سباحه خمسه وحضرتك تمام. يبقى يعني دعم سافرتوا وشاركتوا وسافرنا بعدد ناقص. سافرنا بسبع لعيبه بس واحنا المفروض نسافر ب 12 لعيبه. والحمد لله البنات اثبتوا فعلا ان هم على قد المسؤوليه. اخر 10 ايام دول كانوا اصعب 10 ايام في التمارين كلها. بنغير حاجات كتيره جدا، بنغير تشكيلات، بنغير اماكن، بنغير شيلات. بنات كانت هي اللي بتتشال بقت بنات تانية بتتشال. السولو بتاعنا كان بنت تانية بقت واحده تانية. لا كل حاجه كانت مشاكل فنيه ومشاكل طبعا كل حاجه في كل حاجه. بس النادي عاملين نتيجه كويسه بالظبط. البنات لما حست بقيمه النادي ان هو واقف في ظهرهم وساندهم هم كمان، لا خلاص احنا هنثبت للنادي بتاعنا زي ما هو اثبت لنا وقوفه جنبنا ان احنا نعمل حاجه كويسه. وفعلا سافرنا وعملوا نتيجه ما كناش خالص نتخيل ان احنا ممكن نعملها. تخيلي اللي انت بتقوليه ده ما اتكتبش عنه كلمه في جورنال. النادي الاهلي عمل الكلام ده من غير ما يتقال انه هو ده النادي الاهلي. حققت انجاز تحت ضغط كبير وما اتكتبش يعني كلمه، وده دورنا احنا هنا لازم نحط الضوء على انجازاتكم. يعني انا سعيد جدا بالروح اللي انت بتتكلمي بيها يا كابتن، خلي بالك انت بتتكلمي بعزيمه وباراده. طبعا انت بنت النادي الاهلي. بصراحه لا بس انا من ساعه لما دخلت النادي الاهلي يعني لا هو بقى بالنسبه لي بقى ناديه دلوقتي. ما هو خلي بالك يعني النادي الاهلي حتى لو انت يعني ما تربيتش فيه من انت صغير، من اول ما بتخش فيه بتلاقي نفسك السيستم فرض عليك نظام معين. دي حقيقه فعلا. يعني بيبقى هو بيخليك تحس ان انت فعلا لو ما لعبتش رياضه او لو ما مرنتش او لو ما بقتش حاجه في المنظومه الاداريه في النادي الاهلي انت ما بقتش بالظبط. لا وهي منظومه ناجحه وكل واحد طبعا بيحب النجاح. صحيح. وبيحب يعني لولا المنظومه دي مش هيطلع اللي تحت. طبعا. طيب اروح لسلمى. سلمى يمكن انت كنت اكيد عرفتي المشاكل اللي حصلت واحنا لا مش هنسافر لا هنسافر. احكي لي القصه. هو فعلا زي ما كابتن ايتا قالت قبل البطوله باسبوعين قالوا لنا خبر كده زعلنا كلنا وكسر فينا حاجات كتيره، ان الجهد اللي كنا بقالنا 8 شهور بنعمله مره واحده اختفى. بس الحمد لله اول ما عرفنا، اول ما الجهاز بتاع نادي الاهلي عرف على طول بدا يدور وبدا يحاول يحل لنا المشكله الكبيره دي. كلنا كنا مدمرين نفسيا ودي كانت اهم حاجه كان الجهاز عايز يعملها، ان هو ما يخليناش مدمرين نفسيا. يعني كانوا عايزين يفرحونا، ما كانوش عايزين الجهد بتاعنا يروح على الفاضي. فالحمد لله. وانا ما كنتش مصدقه نفسي اول ما عرفت ان النادي الاهلي هيدفع لنا كلنا، هيدفع كمان لريتا مدربه المنتخب السفر بتاعنا. انا ساعتها ما صدقتش نفسي. كمان الفرصه دي لو كانت راحت كانت هتبقى اخر فرصه لينا في المرحله العمريه دي سافر فيها بطوله بحر متوسط. طب سلمى انت في سنه كام؟ انا طالعه اولى ثانوي. ما شاء الله. طيب يعني قولي لي برضو يعني بتتغلبي ازاي؟ كل السؤال ده بثبته مع كله ليه؟ لان انا عايز الناس تحس قد ايه انتوا بتتعبوا. انت عملتي بتعملي ايه عشان توفقي بالمذاكره؟ بتعملي ايه عشان تنجحي؟ بتعملي ايه عشان تبقي في المكانه اللي انت فيها؟ هو حكايه مذاكره انا في كل ثانيه بلاقيها بذاكر فيها. واغلب الوقت مثلا العربيه بنعمل فيها كل حاجه، بناكل وبنلبس وبنذاكر وبنعمل كل حاجه في العربيه. وساعات بصحى الفجر اصلي الفجر واذاكر، اي وقت بلاقيه بذاكر. والوقت الاكبر اكيد كنت بتمرن، ما كانش في اي حياه سوشيال ميديا، ما كانش في اي سوشيال كوميونيكيشن خالص. ما فيش ساحل؟ له ساحل؟ ما فيش ساحل. ما كانش في اي خروجات ولا اي عيد ميلادات. بس انا برضو كنت يعني بدوس على نفسي اقول استحملي يا سلمى بعد البطوله لما تبقي واقفه على المنصه كده وانت بتتكرمي وانت بتاخدي المركز. صحيح. بتاعك كل التعب ده هيروح فرح. طب قولي لي بقى مين بيتعب معاكي اكتر، بابا ولا ماما؟ هما يعني بابا اكيد ماديا وماما اكيد توصيل التمرين. يعني الاثنين تعبوا معايا طبعا. لازم تدي حته لبابا، انا عارف ان ماما اللي تتعب بس طبعا اكيد طبعا يعني. لا والاثنين برضو كانوا بيدعموني نفسيا وكان بيحاولوا. يعني ساعات كتير انا كنت بنهار وبعيط وارجع من التمرين تعبانه، كانوا على طول يعني بيهيئوني نفسيا. صحيح. بس صحيح. لا برافو عليكي وان شاء الله تبقي كده. يمكن فرح برضو نفس الكلام ونفس المعاناه ايضا. قولي لي بس الاول ارجع للنقطه المهمه، البطوله اللي احنا طبعا بنغطيها وبنحط الضوء عليها. انت اكيد جالك خبر لا احنا احتمال ما نقدرش نسافر لان الاتحاد ما فيش امكانيه انه يسفرنا،
وصفي لي الشعورين بعد ما عرفتي النادي الاهلي هيدعمكم وتسافروا. طبعا في الاول لما جالنا الخبر ان البطوله ممكن ما نسافرش، اللي هو تعبنا كله كان ممكن يضيع في لحظه. طبعا معنوياتنا نزلت قوي لحد ما جالنا خبر ان النادي الاهلي هيقف ورانا. وهي قال لكم الخبر ده بقى؟ طبعا ريتا يعني هي اللي قالت لنا الخبر، وبعديها كابتن طارق وكابتن وائل برضو. عملتوا هيصتوا كده ايه وبتاع؟ انبسطنا جدا يعني، واقفين في ظهرنا وهيطلعونا السفريه، مش يعني السفريه مش هتتلغي. لو تعبنا رجع يعني رجع لنا بفايده. مرنتوا اكتر بقى يعني؟ مرنا التمرين اتضاعف كتير، علشان طبعا الحاجات بتختلف من 8 بنات او 10 بنات ل 6 بنات و 7 بنات، فكل حاجه بقت اتغيرت نهائي، فالتمرين الضعيف جدا اكيد. طب وصفي لي بقى وانت راكبه الطياره كده ورايحه بقى تلعبي في لا المتاع. هو كان احساس حلو قوي انه يعني خلاص وصلنا للهدف اللي احنا مستنيينه، وتعبنا له 8 شهور واكتر كمان، المجهود كله خلاص يعني هنطلعه للناس، هنوريهم احنا تعبنا قد ايه. طب قولي لي برضو البرتغال دوله اوروبيه وفي مصر بتتمرني في النادي الاهلي، حسيتي فرق في الامكانيات؟ حسيتي يعني احكي لي عن يعني الفرق. هو طبعا هم هناك التمرين في بيسين مغطاه، فبرضه بيبقى صالات، ما احنا ملوك الصالات برضه فيعني هو التمرين هناك يعني هو زي هنا برضه، بس هناك طبعا في عشان الجو الجو هناك الامكانيات طبعا، علشان الجو لما بيبقى برد طبعا البيسين مغطاه. بس طب وقولي لي يعني بعد ما شاركت في البطوله وحسيتوا ان اتوريتوا الناس اللي عندكم، بتهيألي يعني احلامكم عليت شويه بقى، بدينا نتكلم على الاولمبيك جيمز دلوقتي صح؟ طبعا مجهود كبير اتشال من على كتافنا، ان احنا خلاص مرحله خلصت. هنركز في مرحله ثانيه مدى اعلى بعديه، يعني ان احنا مثلا عايزين طبعا الجول بتاعنا كلنا الاولمبيكس. طب قولي لي بقى مين بيتعب معاكي، بابا ولا ماما اكتر؟ لا طبعا هما الاثنين بيتعبوا معايا، بس كل واحد من ناحيه معينه. هي اكيد الام اللي بتتعب يعني. ايه مامي طبعا تعبانه معايا على طول، بس هما الاثنين. بس طبعا الاب والام ليهم دور كبير، كل واحد في ناحيه تعبان معايا. طب انت بتحسي ان انت يعني لما بتعملي حاجه كده بتفرحيهم؟ بحس انا يعني بعمل كل ده اكيد علشان افرحهم واخليهم مبسوطين مني وفخورين يعني باللي انا بعمله. الحقيقه فرح انت اسمع لمسمى بصراحه، والله انا عايز اقول لك بجد يعني يعني اكيد مفرحه اهلك، واكيد دايما تكوني فرحانه كلنا بانجازاتك ان شاء الله، وحماسك والبوزيتيف انرجي اللي عندك. يمكن ارجع لك لكابتن طارق، يعني كابتن حضرتك وقفنا عند نقطه النادي الاهلي قرر انه يدعم الفريق، كمل لي بقى بعد كده اللي حصل. هو زي ما قالوا البنات وزي ما قالت ريتا، النادي كان في اولا 5 لعيبه من النادي الاهلي، في 5 من نادي الصيد، في لعيبه من هليوبوليس، لعيبه من نادي الجزيره. كل الانديه ليها ظروفها، انا مش بلوم انديه ان هي قدرت تدفع او ما قدرتش تدفع، مش ده دوري ولا ده مجالي، لكن انا وقفت كنادي اهلي ورا بناتنا، ونادي اهلي وقف ورا بناته، وقدرنا نوفر لهم في امكانياتنا. طلعنا في انديه ثانيه عندها ظروف ثانيه، انا مش من حقي اتدخل في قرارهم، ولكن انا من حقي ان انا امتلك ان انا اطلع البنات او لا او ما اطلعهمش. الظروف اللي انا بمر بيها هم ما بيمروش بيها. صحيح. البنات دي انا محتاجها. صحيح. عندهم اهداف كتيره قوي، هم عطشانين بطولات، عطشانين مشاركه في بطولات دوليه. يمكن الانديه الثانيه تشبعت شويه، هم لسه بيبتدوا طول البحر ابيض. وانا بقول لحضرتك ان شاء الله الخمسه دول هيبقوا اولمبيكس، هيروحوا الاولمبيكس ان شاء الله، هنقعد تاني في الاستوديو، احنا عندنا ثقه فيهم جامده جدا، كابتن ريتا هتبقى معانا وهنقعد نقول ان الحلقه لو موجودين مش موجودين انا هنبقى سعداء حتى واحنا قاعدين في بيتنا وقاعدين بنتفرج عليهم. انا قاعد معاكم حتى لو بره مش مشكله، بس في مريم جمال كمان عندي 18 سنه، دي برده لعيبه ان شاء الله تبقى في الاولمبيكس برده ان شاء الله، وبطولات عالم. يعني عايز اقول لحضرتك الاهداف كتيره قوي، الاشتراك في بطوله الدرجه الاولى او العمومي في النادي الاهلي في البطولات المحليه هنا غايبه عننا بقى لها فتره كبيره جدا، هم اللي هيشتركوا وهم اللي هيعملوا ده رغم ان هم عندهم 15 سنه. انا فاكر انت قلت لي الكلام ده، والله انا فاكر نفس كلام الخطه بتاعتك من 6 7 8 شهور قعدنا مع بعض، قلت لي نفس الكلام. هو السيستم محطوط عشان نوصل للاهداف دي. احنا بنسعى وتوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى، والنادي اكيد برضو بيدعمنا، فانا خلاص كل عمر النجاح قدامك موجوده. وتوفيق ربنا موجود، وانت بتراعي ربنا فبيوفق لك، بيوفقنا ربنا يوفقك يا كابتن. يا رب يا رب ان شاء الله. والحمد لله برضه هم طلعوا مثلوا مصر هناك، ودي كانت حاجه تهمنا قوي ان احنا نقف جنب الاتحاد وندعم ولادنا. بنقف بندعم جنب ولادنا، بس برضه احنا واقفين مع الاتحاد وقت أكيد. ما طلب مننا دعم مالي للولاد دي عشان البنات تطلع، احنا استجبنا.
حققوا نتيجة كويسة، شرفونا بجد، أنا كنت فخور جدا بيهم، كنت بقى قاعد يمكن بكلم ريتا كل يوم، عملوا إيه، طب إيه الأخبار، طب المراكز إيه، عشان تطلع التاسع على دول بحر أبيض متوسط هناك أو تاسع على العالم تتخش. إنجاز كبير، إنجاز كبير جدا، ورغم إن أنت تنقص عدديا فنقص العدد ده بيؤدي إلى نقص درجات منك طبعا. كل الأندية داخلة فرق كاملة، أنت عشان الظروف اللي عندك دخلت بعدد ناقص، ورغم ذلك هم كانوا قد المسؤوليه. بس هو ده النادي الاهلي يا كابتن، هو وانا دي بتيجي يعني حته الثقه ان هم هيبقوا لعيبه اولمبيه، انا عارف انا بكلمهم ازاي، وعارف وانت بتكلمهم بتلاقي تعبير كده استجابه، وفي واحد تلاقيه مديك ظهره ومديك مش موبايلي، لا هم بيستجيبوا كويس قوي، بيسمعوا كويس قوي وبينفذوا. صحيح يا كابتن. يمكن كابتن ريتا برضو حابب اعرف الفتره اللي جايه، يعني انت ناويه على ايه مع الفريق، احلامك ايه معاهم؟ هو انا البنات دولت خلاص بقوا 18 سنه، فطبعا كل حاجه هتختلف بعد كده، ربنا يسهل وان شاء الله الجايه بقى احسن ان شاء الله. طب وانت بصه يعني برضو اولمبيك جيمز حابه تشاركي معاهم ان شاء الله؟ أكيد. ربنا يسهل، يعني احنا الفتره اللي جايه هتبقى اليوم في الاول بطوله عالم الاول، هتبقى الستاب الثانيه بتاعتهم، وبعد كده ان شاء الله الاولمبيكس ان شاء الله يوصلوا ان شاء الله. موجود دايما معاهم ربنا ان شاء الله. يمكن برضو اروح لسلمى. سلمى قولي لي يعني انت طموحاتك ايه الفتره الجايه؟ طموحاتي اكيد ان ارفع اسم نادي الاهلي، وكمان ان شاء الله يعني احط اسمي في الاولمبيكس جيم، اوربن جيمز، ان انا اكون شاركت من نادي الاهلي فيها. بس اي حلم اي لاعب اولمبيك جيمز اكيد ان شاء الله. طب فرح ايه حلمك؟ هو طبعا بعد لما سافرت بطوله دوليه فهمت بقى الحياه بره عامله ازاي، فلازم بقى شغل جديد وشغل اجمد، ان شاء الله نشارك في الاولمبيك جيمز ان شاء الله باذن الله تحقق اي حلمك. فرح نورتيني وانا سعيد بيكي جدا جدا جدا. شكرا. سلمى نورتيني، ويا رب تحققي كل امالك وطموحاتك ان شاء الله. كابتن ريتا نورتيني في استوديو، وان شاء الله ده مش هيبقى اخر لقاء اكيد. حسينا بقد ايه المجهود اللي بيبذل، وقد ايه انت بتبذلي معاهم مجهود كبير، اكيد هتبقي معانا فقرات كتير عشان نحط الضوء اكتر واكتر. نورتيني وشرفتيني في استوديو. شكرا. ميرسي انت نورتيني وشرفتيني وسعدتني على المستوى الشخصي وجودك معايا. ربنا يخليك يا كابتن ياسر، وانا اللي سعيد، ده لقاء تاني، وانا مبسوط قوي ان انا موجود في قناه النادي الاهلي، ويا رب دايما كده تقدم للنادي الاهلي. وبالمناسبه دي انا بقول مبروك لفرقه الكوره حصول على كاس مصر. فرقه الكوره هي اللي بتدعم صحيح من خلال مكسبها الالعاب الاخرى. صحيح. وخلي بال حضرتك حتى لو انا ناجح في لعبتي وفرقه الكوره مش ناجحه، انا ببقى ماشي بره في شغلي في بيتي في الشارع مش مبسوط. في حاجه كده مزاجيه مش موجوده بالظبط. فاحنا نادي اهلي كوره، الحمد لله ربنا كرمنا بكاس مصر وعقبال بطوله افريقيا اللي جايه ان شاء الله. مبروك علينا كلنا، ورب في تقدم نتقدم كده ان شاء الله. بشكرك يا كابتن نورتني. شكرا يا كابتن ياسر. ربنا يخليك. اعزائي المشاهدين طبعا فقره انتهت، هنخش على الفقره الثانيه او الثالثه من برنامجنا. هينضم لينا الكابتن محمود زكي لاعب كره اليد اللي وقع من النادي الاهلي منذ اسابيع، انضم للنادي الاهلي طبعا اكيد ليه طموحات وامال. هنقعد معاه ونتكلم ونشوف ناويين على ايه الفتره الجايه ان شاء الله. ما تروحوش بعيد، فاصل وارجع لحضراتكم من جديد.